الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية. رئيس الوزراء يواصل المتابعة لاستعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. وزير الخارجية يؤكد أن مؤتمر المناخ يمثل نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم متابعته الاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. واستهل رئيس الوزراء المتابعة بعرض للمشروعات من محافظي جنوب سيناء ولقاء عدد من المستثمرين السياحيين. وكان رئيس الوزراء قد بدأ زيارته أمس لمدينة شرم الشيخ بتفقد مشروعات تطوير المدينة والتجهيزات الخاصة بتنظيم مؤتمر المناخ، واستهلها بتفقد تفاصيل أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، يليها متابعة تطبيقات منظومة الحلول الرقمية الذكية والدفع الإلكتروني بشرم الشيخ. ثم تفقد مشروع تطبيقات الهوية البصرية بالمطار وزيارة المنطقتين الخضراء والزرقاء المقامتين على هامش قمة المناخ. ثم تفقد قاعة مؤتمرات قمة المناخ واستعدادات عدد من الفنادق لاستضافة ضيوف مؤتمر المناخ. نظمت وزارة الصحة والسكان حملة لمتابعة توافر وسائل تنظيم الأسرة بالعيادات والتأكد من وجود كفاءات مدربة على معايير تنظيم الأسرة من الأطباء والتمريض بوحدات ومستشفيات محافظة دمياط. يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة الاهتمام بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية والمساهمة في جودة الحياة الصحية للأسر المصرية. شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البيئة والتنمية لعام 2022 الطريق إلى شرم الشيخ. وأكد الوزير أن قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت حقيقة واقعة، لافتا إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أن حجم الجهد والعمل العالمي لا يكفي لمواجهة هذه التغيرات. وأكد شكري سعي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ إلى أن يمثل المؤتمر نقطة تحول على صعيد عمل المناخ الدولي للانتقال من مرحلة الوعود والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، مستعرضا رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر لعدد من الموضوعات ذات الأولوية في عمل المناخ. عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس سادس اجتماعاته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرر اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة. وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى 5 لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي، وذلك بالإضافة إلى اللجان وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. كما استقر المجلس أيضا على إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي.